ما تأخذوني، ما بدلت ثيابي منيح مشان ما نطركن كتير. ما استعجلتي؟ معقولة؟ ما بيكفي إنه تأخرنا بالجاي على البيت؟ الشغلات الصغيرة قليلة بس بتشغل الإنسان كتير. المهم بالنهاية رتبت له غرفة كتير حلوة. انزعجت لأني تركتك لحالك، بس مثل ما سمعت كنتوا عم تقضوا وقت كتير حلو. نهالي اليوم عملت حفلة. صحيح، وبناء على طلب الكل. شو بدي ساوي؟ صرت مشهورة كتير والمعجبين عم يطلبوني. شو هالتواضع كله؟ عم تفكري تطلعي لبرا مشان تكفي تعليمك الموسيقي؟ لا ماني عم فكر. لا تقولي لا فورا يا نهال، بعد ما تنتهي من الكونسرفاتوار فيكي تعملي دراسات عليا برات البلد. مزبوط، هذا يلي بقصده. بالمستقبل ممكن، بالمستقبل البعيد. هلا ماني حابه اروح على اي مكان، الكونسرفاتوار بدي ادرسه هون. طبعا اللي بدك اياه هو اللي راح يصير. المساء اتصلت اختي عم تدعينا على المزرعه مشان نحتفل براس السنه هنيك. يا سلام. الصبح اتصلت فيني مشان تسالني عن بيسان بس ما جابت لي سيره. يمكن ما خطر راس السنه على بالها وهي عم تسال عن الصغير. شو رايك نروح؟ منروح. السنه الماضيه كمان كنا هنيك، قديش انبسطنا مو هيك مدموزيل؟ وتلجت الدنيا، ولما ينزل التلج بتصير المزرعة حلوة كتير. ايه ان شاء الله السنة كمان تلج. اخذنا قرار بالاجماع رح نروح براس السنة على المزرعة. ممتاز. بلش العد العكسي. بس بالاصابع. أهلا وسهلا. بابا الكمبيوتر الجديد اللي اشتريت لي اياه كتير حلو، رح شوفه بعد الأكل، ما فيك تتركه ولا لحظة. خلص هلا بشوفه. مساء الخير. صحة وهنا. بونسوار. مساء النور. أهلا وسهلا. تفضل. أنا أكلت مع رفقاتي. مع بشرة؟ عمو أنا بكرة رايحة لبرشلونة. مشان تغير جو؟ تماما هيك. كنت قاعد أنا ورفقاتي بالجامعة وفجأة طلعت براسنا هالفكرة، رايحين 4 أشخاص. براس السنة ما رح تكون هون؟ رح نرجع قبل بيوم. إيه أنا لو مكانك رايح ورايح كنت بقضي راس السنة هنيك. قد حلو، بتكون الألعاب النارية معباية الشوارع من كل الألوان، والكل مبسوط وعم يرقص الفلامينجو بالشوارع. شو حلو. يعني رح تنبسط وتغير جو كتير. نحن رح نحتفل براس السنة بالمزرعة. حلو. وأنا بعد راس السنة إذا الله راد رح أنتقل من هون. شكراً كتير إلكن لأنكن استقبلتوني هالفترة، بس مو معقولة أبقى العمر كله هون. رح أبلش دور على بيت فوراً، والسنة الجاية بنتقل من هون. وليش لحتى تنتقلي يا فيروز خالو؟ كمان هذا بيتك. شكراً إلك كلك ذوق، بس لازم روح، الضيف ما لازم يكون تقيل. بدنا نطلع الصبح بكير، رح ضب أغراضي من هلأ.
Thank you.